عالم الطاقة وصاحب مركز تواصل هو يلي رح يكون قائد الرحلة ويلي رح يشرح لنا عنها أكثر. تفضل دكتور. شكرا عزيزتي. بحب مرة تانية لكم صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيكم بأول رحلة معنا من مركز تواصل في هاي السنة، وإن شاء الله ما تكون آخر رحلة إن شاء الله. وقبل ما نحكي عن البروجرام اليوم تبع الرحلة، ينبغي أنه نرحب بضيف غالي وعزيز على قلوبنا كلياتنا اللي لبى دعوتنا ومشكور كتير كتير، هو معنا الفنان جود خليل. وكمان بحب أرحب بزميلتي اللي لبت دعوتنا وإجت من لبنان لتكون معنا، بزميلتي كارول. أهلا وسهلا فيكي وفي ضيوفك يا كارول. ومعنا كمان وجه جميل وأبيض منور علينا بهالرحلة، هي فنانتنا مذيعة نشرات الأخبار الجوية، هي الفنانة دادو. وهلأ بس نوصل رح نعمل بريك تنفس زائد يوغا صباحية وبعدين وجبة الفطور. يا حبيبي. وبعدين رح يوصلنا الباص لآخر نقطة بتمشي فيها السيارات. ايه. وبعدها رح يتركنا الباص ونتابع الرحلة مسير على الأقدام، والساعة 12 بالليل رح نلتقي بالطرف الثاني للجبل. شو؟ أو الكعب العالي اللي لابسته؟ الصين. عليهم تركيني كيف شغال ما بيخافوا الله بعدين بلا ما أمغس. يا الله لا عمل لي هيك حوسة قبل ما نبلش الفطر. اللي جاب الريموت ده هنا وانا لسه مولع التكييف. غريب والله. انا هلحق بقى النشره الاقتصاديه قبل ما تبتدي. يا سلام عاملين كريم كراميل.